مع طلوع الشمس تستيقظ المدينة القديمة. ينطلق الأطفال إلى مدارسهم ويقود الموظفون عجلاتهم الكهربائية إلى العمل، ويبدأ زوار المدينة تناول وجبتهم الصباحية. هنا بينياو، مدينة عتيقة نابضة بالحياة. كحضارة قديمة تمتلك الصين مثل دولنا العربية محيطاً واسعاً من التراث الثقافي والتاريخي المادي واللامادي، ولكن ظلت على الدوام معضلة حماية وحفظ المدن العتيقة ومعالم التاريخ تمثل هاجساً وحلماً للحكومات والشعوب. واليوم أنا هنا معكم في مدينة بينياو القديمة بمقاطعة شانسي للبحث عن الإجابة. 平遥古城一共是有六个门，四大街八小街，然后还有七十二条小巷子。在2000700年以前，古人设计的这么规划。现在咱们所处的这些街道，它都是保留了明清时期的道路格局，然后建筑的这些布局、形制，基本上都是明清时期保留下来的。好了，咱们上这个院子，上这个院子，上这个院子。这个院子是。 这个院子就是典型的咱们平遥古城的传统院落。像它这个院子就是原汁原味的保存下来明清时期的咱们传统建筑。有300多年历史了。你看，这个砖它刚开始做的时候跟这个砌的时候跟这个是一模一样的，经过几百年的红村日晒以后，它砖它都收减了，它都。你看像这块砖，它说再往里面搜的话，就把这块砖就抽出来，抽出来以后就放上这个砖。哦。你看包括上面的这个木构件儿，来。 这些木构件儿，这都是旧的，这些木构件儿都是旧的。后来这些，这都是换上新的。古建筑流传做法，它主要一个宗旨，它就是修旧如旧。能利用的绝对利用。这个地方我们怎么保护的比较好？平遥古城的保护，它是方方面面的，主要就是从这个80年代，那个时候就是第一版规划，就是把平遥古城保下来。 倒下来以后，就是从2006年开始做的第二版规划，就是那个时候它主要的任务，它就是把古城管起来。通过这个十几年的这个老百姓的参与，政府的管控，使古城现在管理起来，管理的现在还保存的比较完整。从2018年开始，就是迫切的开始第三版的规划。第三版的规划，它主要就是重点，它的宗旨就是。 改善古城内的老百姓的居住环境，还有游客的满意度，使这个古城真正的活起来。 من أجل تحقيق هذا الهدف هناك أعمال تجديد قيد التنفيذ تحت أسوار المدينة. 咱这个改造项目呢，涉及到是4条大街巷，121条小街巷，总共约30.22公里的道路改造工程，涉及对地下的雨水、污水、电力、通讯等等管线进行改造，初衷就是解决。 地下管网破损严重，电力负荷不足，以及给水、消防用水压力不足等等问题。再一个是为了解决，古城的往年来一直是雨水耐涝问题，实现了雨污分流。开始改造以后呢，咱要还要有三个确保，确保是第一个就是，确保古城的遗产安全。咱在这个街巷看到的是。 每一条街巷的两侧，每隔50公分有一道钢管支护桩。这个桩身将近是6米左右，是为了保证古城的开挖的施工安全，也是保证将来的遗产安全。因为它这个支护桩永远的埋到地下，对，将来就不往出取了。第二个是，咱是保确保古城的历史风貌。古城历史风貌呢，是咱这个工程修饰修旧如旧。在施工前对每一个角落、每一个街巷全部。 流程影像资料、施工完以后全部原貌恢复、保存、保证古城的历史风貌。第三个就是施工过程中，咱的旅游经济还得继续，居民还得正常生活。这也是咱的施工的几个大的难题，也是咱必须确保的三个目标。咱这个项目呢，总投资13.9亿元，整体设计工期是从2020年3月开始施工，计划明年初大面积全部下来。其实是一项百年工程，基本上咱这次。 لا تساهم جهود الحماية في الحفاظ على المدينة القديمة متكاملة فحسب، بل تخلق كذلك بيئة أفضل لعيش وعمل المحليين داخل المدينة القديمة.
وتقيم عائلة العمة زيجو جين المكونة من 5 أفراد بجانب البوابة الجنوبية للمدينة القديمة، وامتهنت في الماضي الزراعة لكسب قوت يومها، وحاليا افتتحت فندقا منزليا. في الحقيقة بقاء السكان لا يجعل المدينة العتيقة نابضة بالحياة فحسب، ولكن يسمح كذلك بنقل العادات والتقاليد والحرف والتقنيات القديمة من جيل إلى جيل، ما يضمن الحفاظ عليها والإبداع فيها. وحتى الآن أعلنت حكومة بنياو المحلية 110 قوائم للتراث الثقافي غير المادي، تتضمن الطلاء المصقول الذي يعد واحداً من أقدم التقنيات اليدوية في الصين. ووصل الوريث لهذا الفن تسيان دايون صقل مهاراته لما يزيد عن 40 عاماً، ونقل هذا الفن التقليدي القديم إلى العشرات من تلاميذه، ونجح تسيان في الدمج بين الرسم الصيني التقليدي والطلاء المصقول لمواكبة العصر والحفاظ على هذا الفن القديم. الجميل هنا أن الثقافة والتاريخ ما زال يجذبان اهتمام الشباب، فهذا أنبان من أبناء بنياو انتقل للعمل في العاصمة بيجين في مجال شبكة الإنترنت لمدة 7 أعوام، إلا أنه في النهاية اختار العودة إلى مسقط رأسه، والآن يدير هذا الشاب أشهر مطعم لنوع من الوجبات الخفيفة من شعرية وان تو داخل المدينة القديمة.我估计这是每一个漂泊的平遥人回到平遥以后第一顿想吃的就是它。像我这种回来去做这个东西，长得就是让更多人吃这个碗托，想让他们尝尝地道的平遥味道。他就是平遥本来的味道，面食代表。年轻人愿意干这个的东西，干这个事儿的人越来越少，避免让它流失掉，搞个这个店，是不是？让年轻的人们去学一学，学一学它的制作方法。 因为这个东西毕竟要一下一下往下传，你为什么选择那个离开北京来这样的做生意？这是我的家乡啊，这是我的家呀，老家。对，嗯，因为虽然我们是个小县城，但是说平遥世界的平遥，嗯，对不对？平遥，怎么讲呢？就从小生活在这个城市，觉得它应该是我们这年轻这一代人就是可以依赖的一个地方。 走到外面多远，不管你走多远，始终这是你的家。你肯定想让家好，想让我们平遥小地方的东西传出去，让更多人了解，更多人知道。 بالضبط، فجهود سكان بنياو لم تذهب سدى، فقد أصبح المزيد من الناس يعرفون هذه المدينة القديمة ويأتون لزيارتها. فقد سعى بنياو إلى بقاء الزوار ومنحهم تجربة سياحية جديدة مع الحفاظ على المعالم الأصيلة للمدينة القديمة، من خلال تطوير نموذج يدمج بين صناعتين الثقافة والسياحة،
وتنظيم عروض فنية وحفلات احتفال بالسنة الصينية الجديدة ومعارض صور ومهرجانات أفلام ومسابقات نحت والعديد من الفعاليات الثقافية ذات الطابع الدولي لخلق علامة جديدة للمدينة القديمة. الصين جميلة بكل المقاييس. عندما تسيري تحسي أنك تمشي في متحف لخمسة آلاف سنة، تحسي أعراق التاريخ وأرقى ما وصل إليه الإنسان من حداثة. يعني بعد الجولة هنا سجلت عددا من الملاحظات، أهمها أن المعالم التاريخية المحمية بشكل جيد والتراث الثقافي الغني هما أساس السمعة التي تتمتع بها مدينة بينياو العتيقة، كما أن التراكم الثقافي المتنوع والأصيل هما وجدان المدينة، وصيانة الأصل والإبداع هما مفتاح استدامة وإنعاش وإنماء المدينة، وجميعها عوامل أعتقد أنها تبين أسباب مواصلة نبض هذه المدينة العتيقة بالحياة.